اهلا بيكم. انا النهارده يعني جاي اتكلم على كتابه كتب تقنيه، وممكن يعني الموضوع يكون برضو ليه علاقه بكتابه كتب عموما، بس يعني انا خبرتي في الكتب التقنيه فده اللي انا عارفه يعني. انا الحقيقه كتبت كتابين قبل كده، يعني في واحد كان اتنشر في 2016، يعني بقاله حوالي 5 سنين تقريبا دلوقتي. ده اللي هو كان اسمه Practical D3.js. D3.js دي library، JavaScript library، عشان يتعامل بيها رسوم بيانية، يعني Data Visualization. وبعد كده مؤخرا في يوليو اللي فات نشرت كتاب تاني اسمه Hands on Machine Learning. ده برضه باستخدام library، Python library اسمها Scikit-learn. هو ماشين ليرنينج اللي هو يعني بالعربي تعلم الآلة، أو يعني الذكاء الاصطناعي أيا كان يعني الناس بتحب تسميه إيه. فهو ده مجال تخصصي الحقيقة. فهو يعني الكتاب الأولاني ما كانش مجال أو تخصصي، كان حاجة أنا كنت بس مهتم بيها. لكن الماشين ليرنينج دي شغلتي أصلا، يعني بقالي حوالي 6 سنين بشتغل كده. فده يعني كان الكتاب التاني. والنهارده أنا حابب أتكلم على يعني أسئلة حوالين كتابة الكتب، يعني ليه الواحد بيكتب كتاب؟ إيه الدوافع؟ إزاي بيعمل كده؟ وهكذا. وطبعا يعني أول سؤال أنا بحب أبدأ بيه هو ليه، يعني ليه الواحد يكتب كتاب؟ وبالنسبة لي هو حاجة من الحاجتين، يعني يا يعني إما بسبب العائد المادي أو العائد المعنوي. والحقيقة يعني لو أنت مش جي كي رولينج، أو أنت مش نوفل نوح حراري اللي عامل بالسد العالي، فالعائد المادي غالبا مش هو ده اللي هيبقى الهدف الاساسي. يعني العائد المادي بالنسبه لحد مش مشهور زي حالاتي يعني ما بيبقاش رقم كبير. فهو انا بالنسبه لي كان الهدف هو العائد المعنوي، يعني والعائد المعنوي ده يعني ان انا جزء منه ان انا بتعلم وانا بكتب الكتاب، فبتعلم حاجات اكتر. جزء منه ان انا يعني واحد بيبقى اسمه مكتوب على كتاب، دي حاجه برضه لطيفه الواحد بيبقى مبسوط منها، يعني كنوع من النشوه المعنويه. ممكن واحد بعد كده لما يجي له انترفيو شغل يتنطط على اللي بيساله يقول له يبقى بص عليها في الكتاب بتاعي، يعني كده. فيعني حاجه لطيفه. طبعا السؤال الثاني هو الواحد ازاي يعني لوجستيكيا، يعني هل ايه دور النشر، دورها ايه؟ اصلا احنا في العصر بتاعنا ده ممكن واحد بسهوله يكتب كتاب اصلا من غير دار نشر، يعني في اصلا امازون كيندل ممكن واحد ينشر كتاب مع نفسه، يعني مش محتاج دار نشر. انا الحقيقه ده في المرتين يعني كان في دار نشر معايا، يعني المره الاولانيه كان اسمها اي بريس، والمره الثانيه اللي هو الكتاب الجديد كان اسمها باكت. وهم يعني شبه بعض في حاجات ومش شبه بعض في حاجات تانية ممكن أتكلم عليها. دار النشر يعني بتديك شوية حاجات إضافية، يعني أنت بيبقى معاك مراجع بيراجع على اللي أنت بتكتبه. يعني أنا كتابين بالإنجليزي، بس أنا في النهاية دي مش لغتي يعني، فأنا بيبقى مصلحتي يبقى معايا برضو حد مراجع لغوي. تاني حاجة بقى في مراجع تقني، فده برضو بيبقى شخص يعني لو انا غلطت في حاجه او قلت حاجه مش دقيقه قوي يقول لي يبقى راجع الكلام ده. فدي برضو بتبقى يعني حاجه كويسه ان يبقى في مراجعه. لو واحد بيكتب مع نفسه ما عندوش الامكانيات دي. الحاجه الثانيه اللي بتقدمها دار النشر هي اللي بعد الكتابه، اللي هو يعني الماركتنج او التسويق الكتاب. برضو وجود اسم دار نشر على الكتاب ساعات بيسهل شويه الناس تثق فيه، يعني كتاب عليه اسم طارق عمرو وما حدش يعرف مين طارق عمرو ده، فما يعني غالبا ما حدش هيشتريه، لكن لو في دار نشر معروفه احتمال يثقوا فيه اكتر. فده يعني بالنسبه لي ده الاختيار بتاع دار النشر. وهو الحقيقه الاختيار ما كانش مني انا، يعني انا في المرتين هم دار النشر هم اللي كلموني. وهم كلموني انا اعتقد بناء على مدونات انا كنت كتبتها، مدونات تقنيه. يعني في دي 3 انا كنت كتبت مدونه عن استخدام اللايبرري دي، وكانت يعني مقدمه بسيطه، بس هو غالبا دار النشر عجبتهم فقالوا لي طب ما تكمل بقى وتعمل كتاب. وبرده في السايكت ليرن اللي هو الكتاب الجديد ده،
كان في مدونات بلس، يعني انا كنت اتكلمت في ايفنتس، فيعني كان هم عارفوني من طريق الحاجات دي. في فرق شويه بين دارين النشر، يعني زي ما اقول هو في سبيكتروم، فلو واحد مع نفسه خالص عنده مطلق الحريه ومفيش حد بيساعده. في دور نشر ممكن بتكون بتساعدك بشكل قوي، في دور نشر بتبقى عندها حاجه اسمها لو تاتش بوليسي، او يعني طريقتهم يعني ان هو بيبقى بيساعدك بس مثلا يعني في باكت، هو الاديتورز بيبقى متطوعين، فبالذات التكنيكال اديتور يعني المراجع التقني، فهو ده شخص متطوع، فيعني ممكن يكون مستواه كويس ممكن يكون وحش انت ما تعرفش، يعني مش حسب انت وظروفك. وهو كان عشان متطوعين فمش هيقدر واحد يراجع الكتاب كله، فكان كل واحد مختلف بيراجع كام شابتر لوحده. فطبعا الكواليتي بتاع الاديت كانت بتختلف من شابتر لشابتر، فدي كانت بتخليني ان انا لازم انا نفسي اذاكر شويه زياده يعني، او انا اعمل مجهود زياده. فده بيبقى اختيار لازم واحد، طبعا صعب الواحد يعرفه قبل ما يبتدي يكتب، هو بيتعلمه من وهو بيكتب، بيكتشف ان دار النشر دي كذا، او لو كان في ريفيوز قبل كده، بس ده يعني كان انا ما كنتش عارف. فيعني اختيار دار النشر مهم بسبب ان انت ايه اللود اللي الواحد محتاج، يعني واحد محتاج يبذل مجهود زياده بس يبقى عنده في المقابل حريه اكبر، ولا محتاج يبذل مجهود اقل بس يبقى عنده حريه اقل. فده اختيار. وفي الاكستريم خالص ان هو لو هيكتب كتاب من غير دار نشر خالص، فهو هيبذل مجهود اكتر بكتير وهيبقى عنده حريه بقى مطلقه، هو ممكن يكتب اي حاجه زي ما هو عايز. فيعني ده اختيار الواحد يعمله. طبعا كان في سؤال تاني اللي هو واحد محتاج يعرف ايه عشان يعني، او يعرف ازاي ان هو يقدر يكتب كتاب ولا لا. الحقيقه ان انا يعني في الحالتين او يعني مختلفين شويه عن بعض الحالتين. الكتاب الاخراني اللي هو سايكت ليرن، انا دي حاجه انا يعني اللايبرري دي بشتغل بيها يمكن بقالي 6 سنين، ف يعني بشتغل بيها كل يوم في شغلي يعني. فبالتالي يعني عارف عنها كتير، بس مش معناها ان في الكتاب واحد ما بيبقى من اول يوم عارف كل حاجه. في الاخر واحد بيكتب كتاب هو برضو ساعات بيحب يتكلم على حاجات نظريه ممكن يكون هو في الحياه العمليه بيطنشها، ساعات بيحب يتكلم على حاجات تكون يمكن مش مستخدمه كتير بس هو عايز يقولها عشان يقارنها بحاجات تانية. ففي احيانا كتيره في الكتاب واحد بيتطرق لمواضيع هو في الحياه اليوميه ما بيتطرق لها عشان. بس يعني اجابتي على السؤال ازاي الواحد يقرر هو يقدر يكتب كتاب ولا لا، هو في الحقيقه لما انا ببتدي اول حاجه قبل ما اكتب الكتاب هو دار النشر بتقول لي اعمل زي خطه عمل، يعني يقول لنا الكتاب ده هيبقى فيه كام شابتر، كل شابتر بيتكلم عن ايه، يعني عنوان الشابتر الاصلي، وممكن مثلا 5 أو 6 نقط جوه الشابتر. لو انا عندي فكره معقوله عن كل فكره من يعني لو انا قدرت اكتب ملخص لكتاب يعني اقدر اعمل منه 12 شابتر او 15 شابتر او ايا كان الرقم، يعني اكتر من 10 يعني، وقدرت افكر في نقط في كل شابتر منهم، لو انا عملت بس الباك بون ده، لو حد وصل للمستوى ده فهو غالبا هو يقدر يكتب كتاب. بعد كده اي حاجه تانية محتاج يتعلمها وهو بيكتب مش مشكله كبيره يعني. طبعا هو هيبقى حياته اسهل بكتير لو هو النقط اوريدي عارفها، مش محتاج يذاكر كل حاجه من صفر. بس يعني لو هو عارف 50-60% عن كل موضوع ومحتاج يذاكر وهو بيكتب، مش يعني الى حد ما ده يعتبر مقدمه كويسه او يعني ريزونبل ليفل ان هو يبدا منه. الكتابه مش بس كتابه الصراحه، دي برضو حاجه انا اتعلمتها يمكن بعدين يعني، ان هو مش بس كتابه الكتاب يعني، اختيار العنوان نفسه ده جزء من البحث يعني، واحد لازم يختار عنوان يكون او يعني موضوع نفسه يكون موضوع عليه طلب، فده لازم يبحث في السوق مثلا يعني. ممكن اكون انا بحب مثلا يا زي دي 3 اللايبرري الاولانيه دي، بالنسبه لي انا كانت عجباني كنت بستخدمها في حاجات،
مع ان بعد كده اكتشفت ان هي يعني اللايبرري بتموت شويه، فهو يعني كان الكتاب كويس بس ما يعني الاودينس بتقل مع الزمن، عشان هي اللايبرري هو صاحبها اصلا اللي هو عمل اللايبرري دي كان بيشتغل في نيويورك تايمز وبعد كده سابهم وبعدين ما بقاش مركز مع الموضوع يعني، فالعمليه اللايبرري نفسها بتموت. فاختيار الموضوع مهم. مثلا ماشين ليرنينج انا صحيح ده موضوع انا بشتغل فيه، بس هو برضه هو موضوع هوت توبيك، فيعني هم في الحاله دي كان اختياري يمكن كويس، او يعني انا اعتقد ان هو كويس. بس طبعا اختيار العنوان كمان مهم، ان هو مثلا تلاقي عنوان تقدر تسوقه بسهوله. مثلا انا الكتاب بتاعي بعد ما كتبته او يعني في نهايته اكتشفت ان في كتاب تاني مشهور عنوانه شبه العنوان ده، فانا الحقيقه ما اعرفش دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، دي هكتشفها مع الزمن. وهو يعني لو عايز رأيي بصراحة، لو حد اتلخبط واشترى الكتاب التاني بدل الكتاب بتاعي اللي هو يعني اللي أنا قصدي عليه المشهور، فهو مش هيندم، هو الكتاب التاني ممكن أحسن من كتابي، بس هو يعني ده اللي حصل يعني. فأنا في الآخر غيرت شوية في العنوان عشان يبقى شكله مختلف. بعد الكتابة برضو ثانية واحدة هقفل الشباك. بعد الكتابة برضو الواحد بيعمل حاجات تانية زي مثلا التسويق الكتابي، يعني هو محتاج يشوف ناس تقراه مثلا وتعمل ريفيوز فيتكلم معاهم. طبعا مهم ان الناس تقول honest review، يعني ما قولش الكتاب حلو وخلاص، لا يعني يقول رأيه بجد يعني، وعشان الحاجات دي بتتعرف بسهولة يعني. يعني لو جبت واحد كده اديته فلوس وقلت له اكتب لي ريفيو كويس، يعني هو شخص مش مشهور فالريفيو بتاعه مش معتد بيه قوي، ف ويعني ما حدش هيثق فيه يعني. لكن مثلا لو قدرت اوصل ان حد موجود في المجال ورايه يعني معتد بيه ويقول رايه بصراحه، فده حاجه كويسه يعني. ففي تفاصيل كده الواحد بيعملها بعد الكتاب. طبعا التفاصيل دي بتبقى يعني في الحاله دي لو في دار نشر وراك هو بيبقى جزء منه تبعك وجزء تبع دار النشر، فيعني هم برضو بيعملوا شغل في الحته دي. بس يعني دي حته ازاي الواحد يعرف وايه اختياراته في الكتاب. يعني اعتقد دي كانت بصوره ملخصه الاسئله اللي انا حاولت يعني اشرحها يعني اجاوب عليها. واعتقد دلوقتي احسن ان بقى افتح المجال لاسئله من الناس. شكرا يا طارق. انت شايف انك هتبقى برضو انترست تعمل كتاب تالت؟ هو الحقيقه الكتاب ده اخذ يعني هو الكتاب الاولاني كان مناصفه بيني وبين حد تاني، فهو صحيح اخد مني مثلا وقت بتاع 6 7 شهور، بس انا ما كنتش بشتغل فيه كتير يعني بعمل نص الشغل عشان هو كان نص كتاب يعني. لكن الكتاب الاخراني ده اللي هو ماشين ليرنينج والسايكت ليرن ده كنت لوحدي، فانا اشتغلت عليه حوالي 10 شهور وكنت بشتغل تقريبا في ال 10 شهور دول الويك اندز، معظم الويك اندز على الاقل يوم منهم او يوم ونص من الويك اند بشتغل مثلا بتاع 8 9 ساعات. طبعا انت بعد ما بتكتب شابتر بيجي لك بعد كده اديت ريكوست، يعني غير الحته دي او عدل الكلام. فكنت برضه في ايام الاسبوع العاديه بعد الشغل، عشان واحد بيشتغل الصبح فبيقدر بعد بالليل يشتغل فيه، فيعني كان متعب شويه. ما اعتقدش ان انا هكتب كتاب تالت على الاقل في الفتره، يعني كان بين الاولاني والتاني 5 سنين. انت عارف زي ما واحد بيخلف بيبي بعد كده بيحب يستنى 5 سنين قبل ما يخاويه، فبرضه يعني مستني يمكن 5 سنين قبل ما يخاوي الكتاب التاني. هي مش فرصة سعيدة ان احنا في كورونا دلوقتي وفي وقت شوية يعني working from home كتير، يمكن ممكن تبتدي تتسلى على واحد مش لازم يبقى 6 شهور 7 شهور، ممكن تبقى سنة او سنتين تكتب فيه. هو الحقيقه معاك حق، هو اصلا الكورونا نفعتني برضو، انا من الناس اللي استفادت من الكورونا، ان انا برضو في الفتره الاخرانيه كنت بشتغل من البيت، فعلى الاقل الوقت اللي كنت بقضيه في المواصلات مثلا الصبح او بالليل فهو بوفره وبكتب. بس هو انا ابتديت الكتاب قبل الكورونا، يعني ابتديت في نوفمبر، فيعني اول 3 4 شهور ما كانش كنت شغال عادي يعني مش من البيت، بس هو نفعني بقى في الجزء في الاخر بعد كده
كورونا اشتدت يعني. وفي أسئلة كمان ولا في أسئلة في الشات ولا تحب أنا أقراها وأجاوب عليها؟ لا أقراها طبعا. طيب أنا شايف نور بتسأل how communication went like when the publishing house approached you. هما ابتدوا الأول يعني هما كلموني قالوا أنت تحب تتكلم على التوبيك ده. طبعا أنا في الأول كنت بفكر يعني برضو عشان الوقت كنت حاسس إن هي كوميتمنت كبيرة يعني. ويعني قلت لهم أوكي. فطبعا تاني حاجة دار النشر بتكلم حد بعد كده بتقول له اكتب بقى خطة العمل يعني قول الشابترز أنت عايز تكتبها. هما غالبا بيبقوا عندهم مخيلة مثلا لحجم الكتاب يعني هو بيقول لك مثلا محتاج من 10 ل 13 شابتر. فانا محتاج افكر هل انا عندي توبكس تغطي الكلام ده ويعني من غير حشو يعني يبقى توبكس فعلا مفيده يعني. وبعد كده لما بكتب العناوين للشابتر لازم كل شابتر هقول ايه الحاجات اللي هغطيها فيه. وهم مثلا في الحاله دي كمان كانوا طالبين ايه الحاجات اللي متوقع ان الريدر يتعلمها يعني يعني ايه الحاجات اللي هيتعلمها بعد ما يقرا الشابتر ده. فكنت بعمل الكلام ده. في حاجة تانية أنا كنت بعملها أنا بقى لنفسي إن هو عشان ماشين ليرنينج بوك فهو معتمد جامد على الداتا. فأنا لازم ألاقي داتا تكون اللايسنس بتاعتها either open source like creative commons أو يعني لايسنس مفتوحة بحيث إن أنا أقدر أستعملها. يعني في داتا ممكن تكون عن الإنترنت بس بلايسنس مقفولة المصدر يعني أو لايسنس غير متاح يعني كوبي رايتد يعني. فدي كانت يمكن الحته دي برضو كانت لازم اعملها في الاول بحيث ان انا اتاكد ان انا عندي داتا اقدر اشتغل عليها عشان استعملها as an example يعني في كل شابتر. فدي كانت حاجه ثانيه في البروسيس البدائيه في البروسيس الاوليه يعني. ساعات الواحد بيحتاج يعمل ريسيرش طبعا وهو بيعمل البروسيس دي يعني ممكن يبقى عنده شابتر فكرته العامه بس هو محتاج يعمل ريسيرش يشوف ايه الحاجات المحتاج يتكلم عليها. فدي حاجة ساعات برضو هو واحد بيحتاج يعمل ريسيرش بحيث ان انا برضو في الاخر يعني انا بكتب كتاب في 2020 ففي حاجات في تولز واحد بيستعملها وهي بتشتغل معاه مفيش اي مشكلة يعني الجوريزم مثلا كان موجود مثلا بالسبعينات وستيل وركينج ومفيش اي مشكلة فيه. بس يعني مش لطيف قوي الواحد يتوقف عنه لازم في اخر الشابتر يقول ايه الليتست تكنولوجي في الاول يعني. يعني مثلا كان في الجوريزم جديد اسمه GPT-3 خرج من شهرين ثلاثه وانا كان في شابتر عن الناتشورال لانجويج بروسيسنج فحسيت يعني ان عيب يعني ما اتكلمش عنه في النص يعني. فكان لازم واحد يعمل ريسيرش عشان كده يعني عشان بس يبقى يعني ابديتد برضه الكتاب ما يبقاش قديم. السؤال الثاني do you rely on any resources to aid you in the writing itself. يعني الريسورسز هم زي انا كنت لا ما كنتش بكتب بلوج يعني انا كنت في الاخر هو التول اللي بكتب فيها الكتاب هي زي اونلاين اديتور يعني. فكنت ساعات بكتب فيه بس افكار بتاعتي او بكتبها على جنب في نوتس يعني. في تكنيكال ريفرنسز طبعا كنت ساعات ببص على كتب ساعات ببص على ريسيرش بيبرز ويعني وسيرش على الانترنت عموما يعني. بس يعني كان في كذا كتاب انا كنت حاببهم بس هو في الاخر دار النشر ما حبش ان انا اذكر كتب هم مش تبعهم مش هم اللي نشرينها فما قدرتش احطهم يعني ان هم دول يعني عشان ما كنتش بنقل منهم انا بس كنت بقرا منهم يعني اعرف الفكره العامه فهو ما يعتبرش مصدر ليا. بس انا كنت حابب اريفير ليهم عشان انا بحبهم يعني الكتب دي. بس انا قررت ان انا ابقى اعمل يوتيوب فيديو واتكلم عن الكتب اللي انا بحبها وخلاص. بس دي الاسئله اللي جات يعني. في بقى اسئله تانية. هل برضه كان في زي انسبايرنج رايتر انت كنت عايز تبقى تكتب الكتاب زيه ولا انت كنت بادئ مش بتحاول تمشي على خطى حد تاني؟
هم يعني في جزء ما هو تكنيكال بوك، والتكنيكال بوكس ليهم فورمات كده ستاندرد عادة، ان هو واحد بيعمل اكزامبل ويحط كود، وغالبا في نهايه الشابتر يعني الهابي اندنج ان هو الكود بيشتغل وبيحل المشكله. فيعني انا كنت شويه ماشي على الفورمات ده، بس انا برضو ما بحبش قوي اللي هو التكنيكال دراي يعني. يعني في رايتر تاني اسمه بيدرو دومينجوز، هو بيدرس ماشين ليرنينج في امريكا، بس انا مش فاكر جامعه ايه يعني. كان عنده كتاب انا بحبه اسمه ذا ماستر الجوريزم. الكتاب ده هو كان بيقول وجهة نظره ان في كذا الجوريزم او يعني كذا عيله من الخوارزميات يعني المستعمله في الماشين ليرنينج، هو قسمهم لخمسه، وكان عايز يوصل ان هم كل واحد فيهم بيشتغل بطريقه مختلفه، بس في النهايه احنا يمكن في المستقبل هنوصل لحاجه بتجمع الطرق الخمسه المختلفه دي وتعمل الجوريزم هو يبقى يعني الالجوريزم الفيتك يعني. فالكتاب بتاعه هو كان يعني بيتكلم ساعات بيخلط مثلا ماشين ليرنينج بفلسفه، يعني يتكلم على ديفيد هيوم ورايه في الاستنتاج المنطقي ويدخله ويربطه في الماشين ليرنينج وحاجات زي كده. فيعني انا بحب الكتاب ده ان هو يعني راجل بيتكلم حاجه تكنيكال، بس في نفس الوقت لو اديته لحد ملوش اي علاقه بالمجال هيقراه ومش هيلاقي اي مشكله فيه. فانا كنت ساعات برضو بحاول ايه يعني اتكلم في حاجات اكتر من الدراي تكنيكال نوليدج يعني. يعني في مثلا حاجه كومن بيهيفير لاي الجوريزم ان هو ممكن بايس، ففي حاجه اسمها بايس فيرسس فاريانس، يعني لو مشكلتين ممكن بيقابلوا الالجوريزم، والبايس ده شبه كتير الريسيزم يعني فالالجوريزم بايس هي دي مشكله تقنيه، بس هي شبه مشكله عند البني ادمين ان هو بيبقى عنصري. فهو يعني وتقريبا يعني الالجوريزم عشان ما يبقاش بايظ هو محتاج يكون عنده داتا اكتر، وهو نفس برضه الحكايه البني ادم العنصري غالبا هو بيقابل ناس قليله فهو افكاره عنصريه عشان هو يعني ما احتكش بالناس كويس يعني. فيعني ساعات بحب اربط الحاجات كده ببعضها. فدي يعني ممكن اقول ان انا يعني كنت شويه متأثر بالراجل ده ان هو يعني بيربط حاجات مش تقنية او يعني حاجات عامة بالماشين ليرنينج. عظيم. نور سألت سؤال ثالث في الشات. افتح الشات. Did the publishing house contact you after reading your blog only? Did they tell you why? الاولانيين انا عارف عشان هم قالوا لي، هم يعني عرفوني عن طريق البلوج. الببلشنج الثاني الصراحه انا مش اصلا في كذا حاجه، انا اوريدي صحيح كتبت بلوج، بس هو الببلشنج الثاني انا كنت مره زمان كنت اديتور لواحد من الكتب بتاعتي، فانا ما اعرفش هم عرفوني عشان البلوج بوست ولا هم كان اسمهم عندي في اسمي عندهم في الداتابيز عشان انا اوريدي اديت كتاب ثاني عن بايثون، وممكن الاثنين يعني ما اعرفش. ويعني هو السؤال ده فرصه هقول حاجه تانية كمان، هم التكنيكال ببلشرز هم بيدوروا على كتاب دايما يعني، وهم عندهم ابروتش كده شويه عامل زي مش عارف كانوا زمان بياخد في الجغرافيا الراي بالتمقيط والراي بالغمر، هم عندهم طريقتهم زي الراي بالغمر يعني. هم مش ممكن نفس التوبيك يعني مثلا ماشين ليرنينج والسايكت ليرن بالظبط تلاقي عندهم مثلا 20 كتاب و20 مؤلف مختلف، هم بيحاولوا يجيبوا مؤلفين كتير يعني ويتكلموا عن نفس التوبيك كل واحد بطريقته، وفي الاخر اللي هينجح هو اللي يعني هيكسب معاهم يعني او هيكسبهم يعني. فهو دي طريقتهم شويه، بالذات اللي هم الاثنين دول ببلشر اللي انا بتكلم عليهم، ويمكن كم واحد تانيين زي ورايلي ومانينج يعني في كام ببلشر كده تكنيكال مشهورين. فيعني دي ترند انا لاحظتها، دي يعني دي ملاحظه شخصيه ما اعرفش هي صح ولا لا، ان هم بيحاولوا يعني يغمروا يعني يدوروا على كل الكتاب وبتاع، فهم بحثهم عن كتاب مستمر دايما، فاعتقد ان هم بيتنشقوا على حد يكتب دايما كتاب. وهو حتى بعد ما خلصت قالوا لي لو تعرف ناس عايزين يكتبوا كتب قول لي قول لنا وهكذا. فبس يعني دي بس استطراد يعني من عندي يعني.
طب انا عندي سؤال. مساء الخير يا جماعه، ازيك يا طارق؟ ازيك يا طارق، ازيك يا شيف؟ مساء الخير على الجميع. انا عندي سؤالين اكشلي، واحد فيهم عن الكتابه وواحد فيهم مش عن الكتابه، يعني يمكن اكتر تكنيكال. معرفش، يمكن الكتابه التكنيكال مختلفه عن الكتابه العاديه، بس هل بتقابلك مشكله ان انت توصل لمرحله ان انت تبقى راضي عن اللي انت كتبته؟ يعني امتى بتوصل لمرحله ان انت انا راضي عن اللي انا كتبته وهو ده اللي انا هعمله ببلشنج؟ هل بتوصل للمرحله دي بسهوله لانه كتاب يعني تكنيكال، فالموضوع بيبقى اسهل، ما بيبقاش فيه وجهه نظر قوي؟ ده اول سؤال. وتاني سؤال، بما ان احنا اتكلمنا عن الالجوريثم بايس والكلام ده كله، بتشوف ازاي المستقبل بتاع الداتا ايثكس او الالجوريثم ايثكس او يعني كل ما هو متعلق بالايثكس بتاعه الماشين ليرنينج؟ طيب، موضوع الرضا هو صراحه بيبدا قبل الكتابه. هو في حاجه انا نسيت اقولها في البروسيس كمان، في يعني بعد ما قررت اكتب التوبيك بتاع الشابتر، هو في الاخر دي يعني زي باك بول كده للعناوين اللي هتكلم عليها. بس اللي بيحصل بعد كده ان انا بدور على داتا تخدم البروبلم اللي عايز احلها، وبكتب كود وبرانه وبجرب كذا حاجه يعني، ولغايه ما اوصل لاحسن الجوريثم او احسن كونفيجريشن، بحيث ان يعني انا عايز اخدم حاجتين، عايز الموضوع يشتغل يعني الالجوريثم يشتغل ويحقق نتيجه، بس بنفس الوقت انا عايز اوصل فكره معينه. فساعات كتير انا يعني مش عايزه يشتغل في الاول وعايزه يشتغل في الاخر عشان ابين ان هو ما بيشتغلش هنا وبيشتغل هنا، بس طبعا مش هقدر يعني اغش يعني. فالرضا بيحصل في الحته دي، ان هو قدرت الاقي داتا مناسبه تشرح الفكره اللي انا عايز اقولها وتشرح وتشتغل مع الالجوريثم بشكل مظبوط. وانس الكلام ده حصل، الكتابه بتبقى اسهل شويه. ان هي الكتابه زي ما انت قلتي في التكنيكال بوكس بتبقى شويه سيستماتيك، يعني ما فيش يعني طبعا في شويه يعني بعض الواحد مش عايز يكتب بطريقه ممله يعني بورينج، يعني افتح الكوبايه وصب المحتويات وقلب المحلول، فيعني عايز شويه برضه ايه اخليها يعني انترستنج. في وسط وانا بكتبه بحاول اعدل الجمله، ساعات اصلا مثلا الاقي نقطه على فيسبوك مثلا، يعني كان في نقطه اصلا كده سخيفه كده ناس بتقولها على لينكد ان، مش عارف واحد واخته، وهو كان اكبر من اخته بثلاث سنين، وبعد كده اخته بقى عندها 60 سنه فهو عنده كام سنه، يعني فزوره كده. المهم ان انا ايه الفزوره دي يعني عبيطه، بس ايه لقيتها ماشيه مع الالجوريثم اللي كنت بشتغل عليه، هو اللينير ريجريشن، فقمت قايلها في النص كده ويعني مؤلف عليها حاجه. فحاجات زي كده اللي هي بتيجي في النص وما راجع على تشابتر اغير فيها عشان اخليه يعني مور انترستنج. وهو عشان هو مش كتاب برضو، هو مش فيكشن يعني، فانا ما عنديش اي مشكله ان انا بعد ما اخلص وارجع اعدل حاجه في تشابتر الاولاني، هو مش هتدمر الشخصيات يعني في روايه يعني، فاهم؟ يعني عندي حريه شويه ان انا اعدل طول النهار يعني. السؤال الثاني بقى بتاع الاسف ده سؤال كبير شويه يعني. هو انا مشكلتي اللي شايفها يعني المشكله الكبيره، الترند اللي ماشي دلوقتي ان الشطاره مش في الالجوريثم، الشطاره في الداتا. يعني معظم الايفولوشن اللي بتحصل القويه هي يعني طبعا يعني ما فيش حاجه بتنكر ان في الجوريثم جديده بتظهر، يعني الترانسفورمر في الناتشورال لانجويج بروسيسنج مثلا دي حاجه يعني 2018 ظهرت ويعني وعملت قفزات نوعيه يعني في الفتره الاخيره. بس القفزه مثلا يعني من جي بي تي 3 قبله مثلا كان بيرت، يعني تكنيكالي هم مش فرق كبير، بس هو الفرق الكبير ان هم اوبن اي اي قدروا يترينوا على حجم كبير من الداتا، يستعملوا داتا يعني الداتا تقريبا هي الانترنت على بعضها باللي فيها يعني بعبالها بشويه مش عارف كام الف كتاب. اصلا هم الثمن المكن اللي هم كانوا بيشغلوه بس عشان يترينوا الموديل، يعني بس الثمن المكن من غير موظفين ولا اي حاجه كان حوالي 14 مليون دولار، فده بس ثمن ايه الـ AWS ان هو بيرن شويه ماشينز. فمثلا ما فيش اي شركه صغيره عندها 14 مليون تصرفهم عشان تترين موديل. فدي المشكله ان انا شايفها، ان هو اللي هم الجماعه الكبار يعني بيسموهم فانج، فيسبوك، ابل، امازون، نتفليكس وجوجل،
هم دول اللي عندهم يعني فلوس، وهم اللي عندهم ديتا، هم بيلموا الديتا بتاعتنا طول النهار، فهم اللي بيكونترولوا، او يعني هم اللي بيعملوا ادفانسمنت في الماشين ليرنينج، وهم اللي هيقدروا وصعب ان حد ينافسهم. فطبعا هم برضو عندهم conflict of interest، يعني هو عايز يلم الديتا، بس هو ممكن يكون عنده ethical dilemma ان هو مش عايز الديتا بس عايزها. والقوانين، انا ما بحبش القوانين، يعني مش ما بحبش القوانين، يعني بحس القوانين ما بتعملش حاجة. مثلا في يوروب مثلا قالوا GDPR عشان الناس ما تلمش ديتا. انا بحس ان الحاجات زي GDPR دي اللي بتضر منها شركات صغيرة اكتر من الجماعة اللي هم فيسبوك كده، هم في الاخر هيجيبوا الديتا بطريقة ما او باخرى. يعني ما اعرفش الاتكس بتاعت يعني، والبايسز مثلا، هي في الاخر البايسز موجودة في الديتا. يعني ما بيترين الالجوريزم ويقول له ممر بالانجليزي يعني مش بالعربي، عشان العربي احنا عندنا مذكر ومؤنث، يقول له مثلا نيرس فيقول له يبقى ست، لما يقول له مثلا دكتور يقول له يبقى راجل. فده بايس اصلا، بس هو البايس مش عيب على الالجوريزم، يعني الالجوريزم بريء يعني ملوش ذنب. هو المشكله في الداتا اللي هو اتعلم منها، والداتا هي الداتا الموجوده على الانترنت باللي موجود فيها يعني. فهو يعني محتاج اللي بيبني الالجوريزم يكون عنده شويه اخلاقيات، ان هو برضو يقدر يمكن يتويك الداتا، يبينالايز الالجوريزم اللي هو اتعلم حاجات بايس، يعني ما اعرفش ممكن يفكر حلول تقنيه او حلول يعني بايا كانت. طب سؤال بقى فولو اب على اللي انت كنت بتقوله، على فكرة ان في كونوتيشنز معينة بتشوفها فبترجع تعمل ريفرنسز عليها، بتلاقي ده عشان انت في الفيديوهات بتاعتك بتعمل الكونوتيشنز دي كتير، لو انت مار، لو انت نار انا مية، لو انت اسود انا حنية، يعني بتشرح الالجوريثم بشكل غريب جدا الحقيقة، يعني ما عداش عليا قبل كده، بس بتحس ان الكتابة بالعربي اسهل ولا بالانجليزي اسهل طبعا. لما بتجي لك لا انا مصري لازم اتكلم يعني طبعا العربي اسهل لي بكتير يعني في اي حاجه يعني في الدنيا. يعني مهما كان يعني مهما اتعلمت انجليزي، طيب مثلا في اخر 6 سنين بتكلم انجليزي اكتر ما بتكلم عربي، بس برضه في الاخر هو عربي هو لغتي يعني. لانه كان في انا فاكره يمكن مش التك ميت اب اللي فات اللي قبلها كنا بنتكلم على فكره انه في ترمينولوجيز كتيره بالانجليزي لما بتيجي تترجم بالعربي بتبقى غريبه، او بيبقى صوتها او احنا مش عارفينها، فالتعريب ده يعني التعريب ده بيبقى اسهل بيبقى اصعب بيبقى يعني. انا في حاجات لما باجي اتكلم بالعربي بهنك فيها، بقعد عشان اعرف القطها يعني، بجيبها في دماغي بالانجليزي وعبال ما ترجمها بالعربي بقعد اتهته كتير. فمعرفش الموضوع ده عندك برضو ولا لا. يعني طبعا، وانا اصلا انا شخص معادي للتعريب يعني، انا معادي للترجمه بس مع التعريب. يعني ما بحبش اترجم، يعني مثلا اقول مثلا ما مش عارف مثلا ماشين ليرنينج مثلا هقول عليها مش عارف المكنه المتعلمه حاجات بالشكل ده، ما بحبش الاسامي دي. بس مثلا يعني ناس كتيره ما تعرفش ان كلمه ورشه بالعربي دي اصلا تعريب لكلمه وركشوب. يعني حد زمان ما اعرفش في اوائل القرن العشرين قرر ان وركشوب عايز يمصرها فحولها لكلمه ورشه. فانا مثلا بحب الطريقه دي، ان هو حول وركشوب لورشه بقت كلمه لطيفه وستيل في علاقه بينها وركشوب. ففي الاخر لما حد بيتعلم انجليزي يعني يلاقي كلمه وركشوب وورشه يعني يقدر يربط بينهم. فمثلا انا ما عنديش مانع ان انا انطق حاجات بالعربي، يعني مثلا مش عارف ديسيجن تري، او مثلا او يعني كلمه مثلا تكون تقيله في النطق بالعربي فانا انطقها بنطق عربي مثلا سهل يعني مصري، يعني حاجه فيها بي مثلا براكتيكال مثلا او براكتيكال ماشي قشطه يعني انا بحب كده. لكن اقعد اقول مثلا براكتيكال انا ما اعرفش ترجمها بالعربي ايه، عملي ولا فعلي يعني ايا كان يعني. مش دي يمكن اكزامبل سيء شويه، بس انا قصدي يعني ان هو انا مع الاحتفاظ بالالفاظ لسبب بسيط، ان احنا يعني ما بننتجش علم وتكنولوجيا، فالالفاظ دي بقى ما نقعد نترجمها خليها بالانجليزي وخلاص. على الاقل اما واحد يتعلمها، اما واحد يقرا بحث بالانجليزي هو محتاج بس يتعلم الانجليزي وخلاص، لكن مش محتاج يقعد بقى كمان يعرف هو درس في المدرسه زاويه حاده فيترجمها بالانجليزي اكيوت ولا اوبتيوز ولا مش عارف هو ايه اني واحده فيهم ويحتاس. فهو خلاص لو درسها في المدرسه اكيوت انجلز كفايه يعني. شادي كان هيسأل سؤال.
شكرا شكرا ليك يا طارق على ان انت يعني you're sharing your knowledge. اول حاجه كنت عايز اقولها. وتاني حاجه عندي سؤال تكنيكال شويه. بالنسبه لل D3 you mentioned it's going out of fashion. فحبيت اعرف في رايك ايه الحاجات الجديده اللي انت شايفها طالعه و الى حد ما سهله شويه. يعني D3 انا فاكر انا جربتها من كام سنه فات وكده ويعني زهقت منها وسبتها في النص. حسيت ان هي كتير قوي عشان اعمل تشارت ان انا اقعد اكتب كل الكلام ده. في حاجات تانية كتير دلوقتي اسهل منها بكتير يعني واسهل الواحد يتعلمها. فحبيت يعني اعرف منك انت رايك ايه في الحاجات دي وايه الحاجات اللي هي top of mind بالنسبه لك. طيب هو يعني انا بدور على الميم بتاع باسل مرسي اللي هو مش متابع والله, بس الحقيقه ان انا بعد ما خلصت الكتاب انا مش يعني مش متابع قوي الجافا سكريبت فيجواليزيشن ده. يعني not necessarily جافا سكريبت, اي حاجه تانية يعني ايا كان, مش شرط جافا سكريبت. يعني انت لما بتحب فيجواليز داتا على ويب سايت بتستخدم ايه؟ ما هو عشان على ويب سايت غالبا لو فرونت اند هيبقى جافا سكريبت, مفيش حل تاني, او بقى تايب سكريبت والحاجات بقى اللغات اللي انا ما اعرفهاش اصلا الجديده دي. بس لو بايثون مثلا بنستعمل حاجه اسمها مات بلوتليب, دي كويسه بس طبعا هي ما تنفعش على فرونت اند, مش هتنفع على ويب سايت, هي مينلي في يا بايثون. يعني لو تكتب مثلا كود وعايز احنا عاده بنكتب الكود بتاع بايثون في ماشين ليرنينج في حاجه اسمها جوبيتر نوت بوكس, وهي زي يعني هي فرونت اند بيركب فوق البايثون وهو جواه بقى ممكن تشغل المات بلوتليب. لكن فيجواليزيشن على ويب سايت غالبا هتبقى جافا سكريبت. انا يعني مش ما قلتش ان دي 3 ماتت قوي, بس هي الحقيقه يعني هي ماتت لسبب ان الايكو سيستم اللي حواليها مات. يعني اصلا هو الويب سايت اصلا مات اساسا, يعني الناس كلها دلوقتي على فيسبوك وعلى موبايل ابس يعني نيتف ابس. ف يعني انا حاسس يعني هو اصلا دي 3 اما ظهرت, هي ظهرت اللي عملها كان شخص بيشتغل في جورنال, هو كان بيشتغل في نيويورك تايمز, وكان في ترند ساعتها على الداتا جورنالي, كان يعني الليدنج في الفتره دي كان هم نيويورك تايمز والجارديان وغالبا حد الماني تاني مش فاكر. فكان ده ترند, وكان الجرايد بتحاول بالذات الاخبار يعني تلخصها بشكل فيجوال يعني. وعشان كده دي 3 كانت قويه قوي ان هي ممكن تعمل جرافس, مش الجرافس اللي احنا متعودين عليها باي تشارت وبار تشارت والحاجات اللي يعني اوت اوف ذا بوكس, كان بتعمل حاجات انتراكتيف وممكن يعني يحكي حكايه بجراف يعني. فكره الداتا جورناليزم يعني ده بس ده رايي الشخصي يعني, حاسس انها ماتت لسبب ان هو اصلا ما حدش بيروح للجورنال اصلا. يعني الجرايد اساسا ماتت, يعني الناس بتعرف اخبارها من الفيسبوك وخلاص, او من تويتر او من انستغرام او ايفر يعني. ف يعني الترند نفسه مات اللي هو ترخيص الاخبار بشكل فيجوال. احنا دلوقتي بنلخص اخبار في شكل ميمز, أو يعني ده الترند الجديد. فما اعرفش لو في لايبرري بتعمل ميمز هتبقى هي دي الليدنج تكنولوجي. فيعني يعني سوري, بس عوده لسؤالك انا مش حاسس ان انا عندي قدره ان انا اقول لك ايه اللي موجود دلوقتي, يعني محتاج انا ابحث شخصيا عشان اقول لك. انا ما اعرفش. انا بس يعني هختلف معاك في نقطه صغيره, حته ان الويب سايتس ماتت, لان الويب سايت جورناليزم ده وان يوز كيس. في يوز كيسز تانية كتير, منها مثلا الانترنال داتا برودكتس, ودي حاجه انا مثلا شغال عليها في الشركه. فانت يعني ذير ار ليفلز. اول ليفل مثلا انت تعمل حاجه على جوجل شيتس او حاجه وتبقى انتراكتيف شويه, يو تشينج a few cells, you get some charts. ليفل 2 مثلا داشبوردز على حاجه زي تابلو, لوكر, باور بي اي, اتسترا. ليفل 3 would be something like a custom data product, يعني حاجه ممكن الفيجواليزيشنز اللي انت عايزها مثلا زي ما انت قلت كده ما تبقاش حاجه اوت اوف ذا بوكس. الحاجات الستاندرد دي ممكن تبقى عايز تعمل سانكي دايجرام انتراكتيف او حاجه زي كده يعني. والكلام ده الى حد كبير يعني not achievable بالداشبوردنج تولز, لان it's not a mainstream use case. فهنا بقى يجي دور التولز that you can use to build internal websites to solve for a very specific use case. ودي use case اللي أنا بشوفها كتير. يعني عندك مثلاً جوه الشركة بتاعتك
ال CEO أو ال exec team مثلاً عايزين يشوفوا حاجة بطريقة معينة that you cannot solve for by just using an out of the box or off the shelf dashboarding tool. فحاجتين مثلاً من الحاجات اللي أنا I came across وجربتهم I just posted في الشات Streamlit مثلاً دي Python library يعني أنا I was impressed by how easy it was. It took me مثلاً 1 hour عشان أطلع website بياخد inputs ويطلع شوية charts وinteractive والحياة كانت peace قوي. لما قارنتها بالD3 قلت يعني حصل تقدم كتير قوي يعني الدنيا بقت سهلة قوي يعني. ممكن لو دخلت على الويبسايت بتاعهم وشفت التمبلتس it's really impressive. ف يعني شايف ان في ترند طالع دلوقتي اللي هو السمبليفيكيشن للحاجات الكومن دي. يعني هتلاقي في ناس بيعملوا libraries for libraries عشان abstract you away from اللي هو الحساس بتاع D3 وان انت تقعد تحط البوينت وتقول له بالظبط يحط الشارت فين والكلام ده. فبس فده كان سؤالي يعني في الحته دي. يعني انا شفت التولز دي اللي انا بعتها Streamlit دي Python library وريتول دي حاجه يعني يمكن it's a solution يعني it's a different solution a drag and drop website building وكده. بس I was wondering لو انت شفت حاجة تانية غير الحاجات دي يعني عشان اشوفها بص عليها. يعني لا الحقيقة عشان يعني في اخر فترة كنت يعني only focusing على Python وماتبلوتليب هي الحاجة اللي بستخدمها طول الوقت واصلا حتى يعني هي integrated مع كل اللايبرز التانية انا بستعملها يعني سايكت ليرن او pandas يعني شوية لايبرز تانية عشان كده يعني ما بستعملش غيرها. فللأسف انا مش متابع قوي فيعني انا مبسوط ان في حاجات بتطلع جديده يعني انت دلوقتي بتقولي على حاجات انا كنتش عارفها بس يعني انا مش متابع بس دي مشكله. In that case يعني I suggest you check out Streamlit هتتبسط منها قوي. يعني انت في اقل من ساعتين ثلاثه هتعرف ان انت تقوم ويب سايت وتحط فيه charts وحاجات interactive جميله جدا هتعجبك. يعني I'll be curious to know what you think about it. Sure. أنا شايف إن في opportunity إن حد يعمل كتابة عن streamed. آخر سؤال بقى عشان بس الفيديو ممكن هو بقى recording بقى طويل. ففي سؤال في الشات. How did you become an editor in the first place? You applied to be one? لا هم برضو كلموني كان ساعتها. يعني ما ساعات انا مش عارف هم عارفوني منين. يعني هو دي عارف زي ما حد بيبعت لك سبام طب هو عارفني منين السبامر ده برضه حد بيبعت لك يقول لك خليك اديتور انا ما يعني مش عارف بس غالبا برضه ممكن بلوج بوست كنت كتبته يعني كنت زمان بكتب بلوجز كتير تكنيكال يعني طبعا دلوقتي اقل بكتير يعني الوقت وكده يعني اعتقد ان هم عارفوني ثرو ايذر بلوج او ثرو كون context, common context, أو حاجة زي كده. تمام. شكرا يا طارق. فأنت تنصح أي حد إن هو بيفكر إن هو يكتب كتاب إن هو أول حاجة يبتدي بيها إيه؟ أول حاجة يبتدي بيها إن يدور على topic يكون مش covered كفاية وهو يكون يعني في نفس الوقت بيحب topic ده يعني أو يعني عايز يتعلمه عشان هيبذل مجهود كتير يعني هيقعد شهور يعني وهيشتغل في وقت فراغه اللي هو غالبا بيبقى بيتفرج فيه على نتفليكس فهو يعني في كومبيتيشن بين الكتاب وبين الأندخة فهو محتاج يعني توبيك يكون هو بيحبه بس في نفس الوقت يكون توبيك از هوت توبيك يعني انا في ممكن يكون توبيكس انا بحبها او يا اما اكون مش شاطر فيها فخلاص كوني بحبها بس لو هكتبها تطلع بايخه يعني او يكون topic اصلا ده يعني ما حدش مهتم بيه يعني مش جاي في دماغي دلوقتي example يعني فلو topic مش covered او حاجه بالذات لو تكنولوجي جديده وساعات كتيره التكنولوجي بتطلع وبتموت بسرعه يعني طول النهار بنلاقي تكنولوجي طالعه يعني مثلا كان في ترند كده في 2006 مش عارف ايه روبي اون ريلز ما دلوقتي ما اسمعش عن حد بيبني سايز بريلز يعني في ناس كده شركة في هولندا بتبني ببيرل ما عارفش حد غيرهم في يعني في قصدي يعني التكنولوجي ترندز بتطلع في سايكلز كده سريعة وبتموت أو في حاجات بتكمل طبعا بس لحد ما ما اعتقدش ان في تكنولوجي بتكمل كتير يعني
دايما بيطلع حاجات بعدها يعني مش عارف كان فيها هدوب وبعد كده هدوب اتكل على الله وبعدين طلع سبارك وبعدين ما اعرفش سبارك هيحصل له ايه. ف يعني لو واحد بتابع الويفز دي عشان يكتب على هوت توبيك ده بيبقى لطيف ان هو يعني هيقدر يبيع اكتر. مثلا على ماشين ليرنينج انا الترند سوري سايكت ليرن انا لحقت الويف في اخرها يعني هو اوريدي في كتب قبليه كتير وفي كتب احسن مني يعني موجوده. فيعني كان الانسنتيف بتاعي مش ان انا ابيع اكتر من هو يعني انا حاببها وحابب يعني ان اكتب عنها عشان يعني حابب احط اسمي جنب اللايبرري بشكل ما يعني. بس دي يعني نقطة. في حاجة بس كنت عايز أقولها قبل ما أختم الصراحة. أنا عندي كده في دماغي كده فكرة إن أنا كل ما يبقى معايا شوية فلوس ولو في جامعة في مصر أو في الوطن العربي يعني البلاد اللي حوالينا بس مينلي مصر يعني لو قدرت أبعت لهم نسخة هدية زي كل شهر مثلا قدرت أجمع شوية فلوس بحيث إن أنا أشتري النسخة على حسابي وأبعتها لهم يعني أرشحني في أمازون مش رخيص قوي يعني. فكنت حابب لو حد بيعرف بيدرس في جامعة أو بيعرف جامعة وعندهم مكتبة بتاعتهم حلوة. المشكلة مثلا كنت في جامعة القاهرة في هندسة القاهرة احنا المكتبة بتاعتنا يعني سيبك منها يعني كنت أصلا بخش كانوا بيطردوني يطلع بره عشان مش عايزين دوشة. فيعني أنا مش حابب قوي أديهم يمكن كتاب دلوقتي يعني بس مثلا اتبرعت مثلا بكتاب للجامعة الأمريكية مش عارف عندهم مكتبة يعني كويسة والناس بتروح على الأقل الناس بتروح تقرأ فيها. فلو حد بيدرس في اي جامعه وشايف ان انا مفروض ادي نسخه يقول لي وانا كل ما هيبقى معايا شويه فلوس كده ممكن ابعت نسخه انا عشان انا حاسس ان يعني التوبيك ده مش يعني متاخر شويه في مصر يعني. يعني حتى لو حد بص على لينكد ان وكتب داتا ساينتست ولا ماشين ليرنينج في مصر عمره ما هيلاقي اي شغلانه او يعني سوري هيلاقي بس مش كتير يعني مش زي ما انا حابب يكون يعني الوضع. فانا حابب ان انا يعني برضو يبقى جزء من ان انا برد الجميل يعني البلد اللي علمتني ان انا يعني ابعت كتب لناس تتعلم منها. فبس يعني ده بس ده سؤالي لو حد يعني فكر في جامعه وشايف ان انا المفروض اديهم كتاب المكتبه بتاعتهم يعني يقول لي. عظيم شكرا جدا يا طارق على البرزنتيشن دي واتمنى ان دي تكون بدايه ان بعد كده احنا هنحط ده على يوتيوب. اتمنى دي برضو تكون بدايه ان نشوف ناس كتير في الكوميونتي عندنا بداوا ان هم يكتبوا كتب تكنيكال او نون تكنيكال او على الاقل ان هم يبتدوا ان هم يفتحوا بلوجز ويكتبوا اكتر عن التوبكس التكنيكال. شكرا جدا يا طارق. شكرا ليك وشكرا ليكم كلكم.